كابتن عادل، الف مبروك فوز غالي للنادي الاهلي. انا متهيألي الفوز بذكاء، ولكن الهدف الاساسي تحقق من المباراه. عشان كده انا قايل لك ان النادي الاهلي مبروك عليه الوصول، ان هو لعب مباراه وهيبقى اول مجموعه يقابل الثاني المجموعه. مبروك على النادي الاهلي الفوز بدون خسائر في المباراه نفسها، بمعنى الخسائر اللي هي في اللاعبين والاصابات والحاجات يعني دي. اتمنى ان كوكا يكون سليم ان شاء الله. ومبروك برضو الفوز بدخول الاهلي بثقه في مباراه الزمالك القادمه. انت خلي بالك اللي احنا بنقعد نتكلم يا كابتن ايمن دايما على استمراريه المكسب بيجيب مكسب، ولا الحته ان انت طول الاسبوع بتشتغل على الفنيات ما بتشتغلش على تصليح الاخطاء. فانت لما دي مهمه جدا انك بس انت. خليني اقول لك حاجه في النقطه دي. احيانا يقول لك ايه ان ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس. ده كان زمان، حتى في الملعب نفسه، حتى يوم الماتش نفسه كان زمان. كان زمان. بص يا كابتن ايمن، قعدنا مع مانويل جوزيه 18 مباراه ما فيش المقوله دي خالص. انت كنت بتقول الاهلي هيكسب كام وبتزعل ان الاهلي بيخسر 2 أو 3 احيانا كتير قوي. فما فيش المقوله بتاعت دي كانت ايام ما كان تقارب في المستويات. خلينا نتكلم بمنطقيه، انت الافضل في الفتره دي، انت الافضل. ان الزمالك يعني كفرقه دي تاني فرقه بعدك، وفي تدعيمات وفيها تدعيمات وفيها كل حاجه، بس انا بكلمك على ان النادي الاهلي دائما المفترض. علشان كده انا بقول لو انت في عز عفوانك او انت شغال افضل واحسن، ها اللي يحصل كنت يا كابتن ايمن يعني مش زي زمان. يعني خلينا نبقى منطقيين، انت بتتكلم على هات ال 20 سنه الاخيره تلاقي النسبه ما بين الاهلي والزمالك نسبه كبيره فوز النادي الاهلي، وهات بالارقام واحصائيات. ولكن في المباراه اللي زي دي انت بتتكلم على خارج مصر، انت تلعبها في السعوديه، ودي هتبقى مباراه مهمه ليك جدا للاهلي وللزمالك، ان هو يعمل تاريخ كويس بره بالنسبه لمباراه. ولكن في اخر الامر مش زي زمان، فرص مش متقاربه فنيا. انا بتكلم فنيا، في اي اعتراض؟ يعني بص، دايما مباريات البطوله يعني المباراه بتاعه البطوله دي تقلق شويه. كابتن بكلمك فنيا، انا بتكلم فنيا، انا ماليش دعوه بحته انه بتقلق ولا. انا بحلل لك الفرقتين في الوقت الحالي. الوقت الحالي النادي الاهلي بالكره اللي عنده، بالسكواد، بالاستقرار، بالنتائج، بالبتاع، فارق كتير جدا عن نادي الزمالك. الا لو بيحاول يلملم اوراقه ويقف على عجله على رجله ويروح ويبتدي. وبنتمنى له على فكره ان الكود باي دايما يبقى هم اللي بيمثلوا الكره المصريه، ما عندناش حاجه ضد حد. ولكن عادل بيتكلم في نقطه التفوق موجود فين، اللي الدنيا كلها محلله نفس الشكل ده. في استقرار دلوقتي عند النادي الاهلي يؤهله. بص، هي دي للمباراه اللي جايه بنسبه 70-30%. بس هي دي فلسفه عندنا طول عمرنا بنتكلم فيها، انك انت لا تامن لاي مباراه، بتحدى الله. ايوه بالظبط، ومفيش حاجه اسمها حاجه مضمونه، دي استراتيجيه احنا فاهمينها. لكن انا بحلل لك فنيا، انا مش دعوه بنتيجه المباراه، ممكن تطلع نتيجه المباراه باي طريقه. لكن انا بكلمك الفروقات ما بين الفرقتين، فرقه الاهلي وفرقه الزمالك في الوقت الحالي، فرقه الاهلي واي فرقه في افريقيا في الوقت الحالي. انت الافضل ليه؟ انت الافضل ليه؟ انت بقالك قد ايه بتوصل نهائي افريقيا؟ ما شاء الله، يعني بقالك فترة طويلة. ده نبع من دي، انت اقوى والبطولات الافريقية قلت. بكلمك، خلينا نتكلم منطقيا وفكر، وبنتكلم في كرة القدم. الاوروبيين بياخدوا اللعيبة الافارقة في الوقت الحالي. يعني كان زمان واحنا كلنا لعبنا قدام عبيدي بليه، ولعبنا مش عارف قدام مين، ولعبنا قدام يوسف فوفانا، ويوسف فوفانا، ولعبنا قدام، ما كانش لسه بيخرجوا بدري. دلوقتي اسك ابيجيان، اسك كل سنه يلعب في بطوله افريقيا، يخلص البطوله الفرقه كلها بتمشي بره على طول. في فرق كتير، ما فيش الا شمال افريقيا هم اللي هم احنا منهم
اللي هي ترجي، اهلي، وداد، رجاء. انت بتتكلم في شمال افريقيا، هو اللي بيهتم بالبطولات كتاريخ، فانت الافضل في افريقيا. سان داونز لما قفل على نفسه شويه بقت فرقه خطيره وبقى رقم في افريقيا، انيمبا بقى رقم في افريقيا. فكرة القدم ما يعني خلاص ما بقاش زي زمان، لانها صناعه دلوقتي. ما بقاش زي زمان انت قريب مني وانا قريب منك، انت ما بتشتغلش يبقى انت مش هتبقى كويس. تبقى كويس ازاي؟ احنا بنشتغل، احنا عندنا لعيبه، افضل لعيبه في مصر في الوقت الحالي. انت عندك افضل، بتجيب من افضل المدربين على الاقل مع الانديه الاخرى. انا مش هقول الافضل على الاطلاق يعني، لا، بس انا بقول لك على الاقل امام الانديه الاخرى. وفي اخر الامر يا كابتن ايمن، هي مباراة احنا بس بنقعد نقولها دائما اقول لك كسياسة او كفكر مننا احنا، ان احنا بنقول دائما خلي بالك من المباراة الصعبة وما تاخدهاش بسهولة، ولازم نتحمس 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 حاجة، لكن الموجود على الارض حاجة تانية.